سمعنا بقى عن حملة جامدة جدا ايوه حضرتك عاملها اسمها حملة بطل استخبى. تمام، هو لازم بقى كل بطل يستخبى، الموضوع بقى بسيط لازم يعني. الموضوع لازم. عاوزين نشوف معانا فيديو عن الحملة نقدر اتفضل. نشوفها. هبطل استخبى واكون انسان جديد. هو اللي اوحالي بالفكره، لان هو كان المريض فعلا ده نفسه دكتور؟ هو فعلا كان شاب 35 سنه، ما بيشتغلش، وزنه 220 كيلو، حركته صعبه جدا، مش لاقي شغل، ما حدش عايز يشغله بالوزن دوت. ده غير فبدا ان كمان هو مش عارف يظهر بالشكل الطبيعي زي ما ما هو ده حضرتك خلاه بقى شفنا دلوقتي. قاعد ما يعني ما بيتحركش. بيعملش حاجه. فالحمد لله جالي وعملناه، وهو عملناه من حوالي شهر ونص او شهرين، خس دلوقتي 40 كيلو. ان شاء الله بقى هنشوفه بني ادم تاني ده خالص. هيبقى القائد بتاع حمله هبطل ان شاء الله. استخبى ان شاء الله. ازاي اقدر، هل ليها صفحه على الفيسبوك اقدر اخش موجود واعرف الصفحه باسمي المعلومات واسجل فيها؟ موجود الصفحه، وفي جميل جروب جدا كمان على الفيسبوك باسمي، اي حد ممكن يخش يعرف كل المعلومات اللي موجوده.